السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز بقناة سيركل، واليوم فاتح كفر الايفون 11 برو ماكس، فخليكم معي. الكفر اللي معنا اليوم هو الايفون 11 برو ماكس بالجلد اللون الاخضر. شوف على السريع، طبعا فتحته قبل بس حاطه في العلبة مرة ثانية بتوريكم الانبوكسينج. ما شيء داخل العلبة، بس يعلمك كيف تحط الجوال من فوق من تحت. طبعا اخذت اللون الاخضر لانه لون الجديد نزل مع لون الايفون البرو ماكس الجديد الاخضر. اللي معي سبيس جراي، اذا عندك لون اخضر الايفون فانصحك هذا يطلع معه مرة حلو. خليني اوريكم الالوان اللي نزلت مع طبعا هذه السنة اول مرة ابل تنزل كفر شفاف، سعره 39 دولار. اللي معي اليوم هو الليذر الجلد، هذا هو ب 49 دولار، في السيليكون ب 39 دولار، في اللي يجي مع البطارية السمارت باتري ب 129، هذا يعطيك بطارية ليوم ونص أكثر يعني. المهم خلينا نشوف الألوان. أوكي، طبعا هذا اللون اللي معي اليوم الأخضر، في اللون الأصفر الكحلي، أخذت الكحلي نفس هذا بيكون. افتح شوي بس مع الاستخدام يتغير لونه ويصير لونه اغمق، بس عجبني انا الاخضر اكثر صراحة. في البيج نفس الشيء، اجهزة الجلد اذا تستخدمها كثر ما تستخدمها يتغير اللون يصير مثل في خامة احلى كذا، يعجبني يعني لما يصير اقدم تحس يصير افخم الجلد. في اللون الاسود عندك اللون الاحمر، اللون الاحمر مره حلو بس انا عجبني الاخضر، ما احس اني بستخدم اللون الاحمر. خلينا نشوف الكفر على الجوال. طبعا من داخل نشوف مثل المخمل عشان ما يشمخ الجوال. من على جنب نشوف فتحة السايلنت، شوي صغيرة صراحة يعني، صعب انك مو صعب بس يبغالك تدخل ظفرك يعني كذا صبعك شوي صغيرة. الازرار من الالمنيوم، جهة ثانية زر الطاقة من الالمنيوم، من فوق عندك مسكر كامل، من تحت مفتوح. نشوف اذا اسوي فوكس، تحت عندك مفتوح كامل للسبيكر المايكروفون والشاحن. عند الكاميرا نشوف يعني في حماية للكاميرا، في ارتفاع بسيط للكاميرا عشان لو حطيت جوالك ولا طاح ما تضر. طبعا انت حظك لو طاح يعني على الحافة ولا شيء راح يمكن يتعور. انا اوريدي طاح جوالي على الشارع مثل نشوف في الضربات هنا، الحمد لله الجوال ما فيه شيء. من قدام بنشوف الارتفاع الحواف، انا حاط حماية للشاشة فشاشتي شوي ارفع من العادة، انصحك تحط حماية للشاشة لا سمح الله طاح الجهاز ولا صار شيء ينكسر الحماية ولا الشاشة لان تصليحها غالي. بس نشوف الارتفاع كيف صاير، حتى ارفع من حتى مع الكفر مع حماية الشاشة صاير ارفع بشوي مرة بشوي، بس اذا بدون حماية شاشة يعني بيكون في ارتفاع اكثر عشان لو حطيته على وجهه ما تتعور الشاشة. خلينا نشوف، انا عندي كفرات قبل للايفون 10، نشوف لما تستخدمهم الخامة تصير اقدم. طبعا هذا استهلكته اكثر شيء، فنلاحظ كيف من على جنب المسكة صارت اغمق. هذا حلو اللون صراحة، هذا اللون اذا صار قديم يعني كذا يصير مرة حلو. الالوان الغامقة ما يبين، في اختلاف بسيط مكان مسكة اليد بس اللون ما يختلف كثير. نشوف كيف الجلد، ما عندك الا بس علامة الابل. طبعا الكفر بيعطي سماكة اكثر للجهاز، سماكة بسيطة للجهاز. اذا حاب انت تستخدم كفرات اصغر مثل هذه الخفيفة يعني ممكن، بس ما بتحميك مثل حماية الكفرات الابل. عرفتوا كيف؟ بوريكم بعد شوي لون الكفر، خليني اوريكم لون الكفر في الشمس وارجع لكم على السريع. هذا الكفر طبعا انا طلعت بالشمس بس عشان تشوف كيف اللون او شكل الجهاز مع الكفر. طبعا اللون مرة حلو يعني انا عاجبني، بعض الناس مو عاجبهم اللون
بس شخصيا انا احسه حلو يعني، غير عن الاسود غير عن الكحلي، يعطيك اختلاف يعني عرفت. فهذا لونه، اعطونا رايكم. في لون الكحلي بعد مره حلو، بس انا عجبني اللون الاخضر اكثر، خاصه مع الخامه شوف كيف تحس انه جلد حقيقي يعني. رجعت لكم مره ثانيه. طبعا البعض يقول ان سعر الكفر غالي، $50. طبعا جوالك حوالي $1000 او اكثر، حوالي 5000 ريال وغيره. كفر الجد من ابل يدوم معك، مثلا هذا الايفون 10 3 سنوات. شوف الحواف، صحيح ان انعدمت الحواف بس ما تقطعت عرفت، لسه متماسك الكفر. طبعا انت في استخدامك، بس على استخدام يعني والطيحات وكذا، الكفر لسه متماسك فيدوم معك، فالسعر يمسك. لو شريت كفر واحد ب50 يسوى عن كفرات كثيرة راح تشتريها وتتقطع ولا تخترب. فبالنهاية هو شيء راجع لك، اذا انت عاجب كفرات ابل انصحك تاخذها، واذا عندك شركة ثانية مثلا كاربون فايبر ولا غيره تقدر تشتري شيء من شركات ثانية ارخص، بس ان هذا مثلا بيدوم معك. اذا عجبتكم الخلفية بحطها تحت زر اللايك. وصلنا لنهاية الفيديو، كان معكم عبد العزيز من قناة سيركل، يعطيكم العافية، اشوفكم على خير، مع السلامة.